هما البعض ومع باقي التجار، إذ تباع بضائعهما بنصف سعر ما يباع في السوق أحيانا. حاموا على رواحكم أو جهزوا أنفسكم، شعار يردده بالقاسم فوحما الملقب بالباندا في فيديوهات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ويظهر هنا وهو ينادي على بضاعته رافعا شعاره الشهير في وجه منافسيه، وكأنه يعلن الحرب على باقي التجار ويطالبهم بالاستعداد لمنافسة أسعاره القياسية التي لم يعهدوا مثلها منذ زمن.